أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن سرقة 14 قطعة من مجوهراتها الغالية كتير واللي فقدتها من سنة تقريباً، ونشرت هيفا صور لأربعة منها على صفحتها وعلقت: إذا حدا شاف هالخاتم أو جرب ينبيع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريباً، بس هلأ صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة، لو حدا اشترى من السارق بليز يبلغني ووعد مني ما رح أذكر أسماء وشكراً. بخطوة لافتة ألغت الممثلة المصرية دينا الشربيني متابعة زميلتها والزوج السابقة للفنان عمرو دياب شيرين رضا من صفحتها، وكانت بعض المصادر ذكرت أنه في خلاف بين حبيبة عمرو دياب الحالية وزوجته السابقة، مع أنه كانوا كتير قراب من بعضهم. وبعد ساعة قليلة رجعت دينا وعملت فولو لشيرين، فخمن البعض أنه يكون إلغاء المتابعة صار بالغلط أو أنه عن جد كان في خلاف بيناتهم وتم حله. علق الممثل اللبناني رودني حداد على وقف تمويل سد بسري من قبل البنك الدولي وقال: للمحافظة على الحياة البرية حدا يفك وسام حنا عن الشجرة. فرد وسام دغري على رودني وكتب: للمحافظة على ما تبقى من الفن بلبنان حدا يقله لهالعجيبة يفك عن الدراما، شكلك كنت متقل الدوز مبارح. بس دغري حذف رودني المنشور واعتذر من وسام وكتب: سيد وسام، أنا ما قصدت أبدا إهانتك، وأنا سمعت الكثير عن أخلاقك المهنية، بعتذر منك هون على صفحتك، فالهدف الوحيد كان المسحة بحد ذاته، وإذا ما تقبلت اعتذاري أنا بتفهمك، وعفوا على الضرر المعنوي كمان. انطلق المخرج محمد زهير رجب تصوير الجزء الـ11 من مسلسل باب الحارة، وحسب المعلومات الخاصة لموقع الفن الجزء الجديد رح يشهد عودة ممثلين قدام مثل رنا الأبيض وزهير رمضان وسحر فوزي ورامز عطلة، وانضم ممثلين للمرة الأولى بهالعمل الشامي مثل عبير شمس الدين ونادين قدور وردوان عقيلة، وبتضم لائحة أبطال العمل كمان تولين البكري، سلمى المصري، نزلي الرواس، قاسم ملحو، علي كريم، فاتح سلمان، هدى الشعراوي وغيرهم. توفى الفنان اللبناني سمير حنا بعد معاناة مع مرض خبيث بالبلعوم، وتم دفنه بمنطقة كرخة بجزين بحضور أهل المنطقة والمقربين وبغياب أهل الفن، باستثناء الشاعر اللبناني ميشيل جحا والملحن اللبناني جورج نصورة يلي قدم للفنان الراحل أول أغنياته. موقع الفن كان حاضر وحكينا مع نبيل خي الراحل يلي قال إنه سمير كان إنسان حنون وما بيأذي حدا، همه الأول والأخير عائلته الصغيرة وإخواته يلي ما تقبلوا أبدا فكرة رحيله بوقت قصير. ومع رحيل سمير حنا سقط أحد أعمدة الغنية اللبنانية الأصيلة، فهو قدم خلال مسيرته يلي استمرت 40 سنة أكثر من 300 غنية، أبرزهم معليش الله يسامحك للفنان الياسر رحباني يلي تعاون معه بأكثر من 18 غنية، وغنية الليل يا ويلي شو بده يصير، وغنية يا قمر لو رحت بعيد يلي لحن له إياها غسان الرحباني، وصولا لغنية يلي مش عارف اسمك وقالوا لي عنك دلوعة وقالوا لي كتبوا كتابة ولبسنا شراويل جدودنا. أعلن الممثل المصري جمال يوسف عن إصابته بمرض السرطان بالبلعوم على صفحته، ونشر صورة له هو ومبتسم وكتب: الحمد لله على كل شيء، تم التأكد من إصابتي بسرطان البلعوم، إذا بتعرفوني أو ما بتعرفوني تذكروني بدعوة. جمال بلش مسيرته عن عمر صغير من خلال برنامج فوازير عمو فؤاد، بس ما حصل بعد على فرصته الكاملة بالفن، مع أنه شارك ببعض المسلسلات منهم التوأم، أم كلثوم، فارس بلا جواد، عباس الأبيض، حدائق الشيطان، والقاصرات. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.